لكل اللي عايز او عايزه تخس ومش عايزه تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. القطايف المقلية بحشوة جوز الهند والمكسرات. وطبعا سعراتها الحرارية عالية، فلازم نقلل من الأكل منها. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في القطايف المقلية بحشو جوز الهند والمكسرات للجرام الواحد، السعرات الحرارية 4.1 سعر حراري، بروتين 6% جرام، كربوهيدرات 55%جرام، دهون 19%جرام. القيمة الغذائية في القطايف المقلية بحشو جوز الهند والمكسرات للمية جرام، السعرات الحرارية 412 سعر حراري، بروتين 6.1 جرام، كربوهيدرات 55.8 جرام، دهون 19.1 جرام. القيمة الغذائية في القطايف المقلية بحشو جوز الهند والمكسرات لقطعة صغيرة بوزن 14 جرام زي ما شفنا في الصورة السابقة، السعرات الحرارية 57 سعر حراري، بروتين 85%جرام، كربوهيدرات 7.8 جرام، دهون 2.7 جرام. القيمة الغذائية في القطايف المقلية بحشو جوز الهند والمكسرات لقطعة كبيرة بوزن 21 جرام، السعرات الحرارية 86 سعر حراري، بروتين 1.3 جرام، كربوهيدرات 11.7 جرام، دهون 4.1 جرام. القيمة الغذائية في القطايف المقلية بحشو جوز الهند والمكسرات لثلاث قطع بوزن 63 جرام زي ما شفنا في الصورة السابقة، السعرات الحرارية 259 سعر حراري، بروتين 3.8 جرام، كربوهيدرات 35.1 جرام، دهون 12 جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.